خروج ممتاز رغم المقابلة يعني وأحد القيمة ديال المقابلة سي مفرقش مالكي خاصة أنه خرج من مجموعة المنافسات وندخل لاعبين عازمين بشدة باش يرجعوا الثقة لأنفسهم هذا الشيء اللي سيسهل هذه المقابلة مشكور اللاعبين على جهودهم اللي قاموا به المقابلة عبر جوج أطوار من الشوط الأول اللي كان شوط متكافئ كانت تربات عليه الحيطة والحضار وكان تكتيكي نسبة كبيرة في الشوط الثاني العزيمة ديال اللاعبين ديالنا تقوات صححنا بعض الأخطاء ولا قضينا بعض التعليقات لبعض اللاعبين الحمد لله تمكنا باش نسجلوا الأهداف كان بالإمكان ديالنا نسجلوا أهداف أخرى نص أخر شكرا للاعبين لأنهم قاموا واحد المجهود كبير وهذا هو اللي كنا كنقلبوا في هذه المقارنة باش نرجعوا الثقة للاعبين والأجواء مشيت بعد الفترة ديال الطاحة اللي غتكون يمكن نرجعوا الطراوة ديال اللاعبين خاصة المستوى الذهني لأن في الفترة الأخيرة كل المستوى العامل الذهني كيلعب دور كبير ولكن الحمد لله هذا الانتصار هذا عندنا الثقة ونتمنى باش نسيبوا المقابلات المقبلة بنفس الإيقاع ونفس الرغبة هذا الشيء اللي كنحاول إن شاء الله. صحيح لأن كان توجيه ثلاثة ديال الحصص التدريبية تبنت عليه أنه العامل الذهني هو اللي كان كنا كنخدموا على العامل الذهني وتصحيح بعض الأخطاء اللي تكون يمكن يستوعبوها اللاعبين بسهولة وفوق التوجيز والحمد لله تمكنا لأن القدوم ديالنا كان قبل ثلاثة ديال الحصص ما يمكنش تعطي واحد التعليمات ولا تبدل بزاف تغير بزاف ديال الأشياء ولكن الحمد لله على المستوى الذهني قدرنا نوصلوا اللاعبين المنتظر منهم عندنا جماهير كبيرة كتسمى مسؤولين كذلك وحنا كجينا كإدارة تقنية باش نعطيو هاد الشحنة الجديدة للاعبين والحمد لله هاد اللاعبين استجبوا في أسرع وقت مشكورين على هاد الاستيعاب ديالهم ديال شي فورنا منهم وكنظن تمكنوا باش يرجعوا ديك الثقة ديالهم في المقابلة هذه اللي كانت مقابلة مهمة بزاف الحمد لله ثلاث نقاط كما تكلمت مهمة للمجموعة كلها الأول في الشوط الأول كانت غلبت عليه الجانب التكتيكي كان كثير لأن كانت حيضة والحضارة ما يمكنش حنا الآن في هذه الفترة هذه بعد مجموعة ديال النتائج اللي ما كانتش في المستوى ما يمكنش تخرج تلعب يمكن تجيك شي هدف ما باغيت وكنعرفوا الثقة ديال اللاعبين ماشي في 100% إذا حاولنا نسير المقابلة بذكاء الصبر كانت عندنا واحد الميونة في التعامل مع المجموعة ديال مراحل ديال المقابلة خرجنا بصفر صفر هو الشيء اللي حاولنا نلعبوا عليه الطريقة الفتح كذلك كانت هو واخد الحيطة والحضر ما كانش فرص كثيرة في المقابلة في الشوط الثاني غيرنا مجموعة ديال الأشياء حاولنا نعطيو اللاعبين بأنهم ممكن يسجلوا أهداف الحمد لله كان بعض التغييرات كذلك اللي عطاو ولكن اللاعبين كيرجع لفضل اللاعبين والمجهود ديالهم والرغبة ديالهم كبيرة كانت ثلاثة نقاط مستحقة والأداء ديال اللاعبين كان رجولي وكانت فعالية وكنا كان من الممكن نزيدوا أهداف أخرى في الربع ساعة الأخيرة بعد هدفين مسجلين. لاحظنا واحد المسألة هي الإصابة نتاع اللاعبين واش هذا راجع ربما لتغيير نمط التدريب أو لا ربما يعني قوة الماتشات اللي لعبوا لأن شفنا إصابات عضلية وشنو المدى الخطورة ديالها؟ ممكن كان لبس على فريق الشمالكي في الفترة الأخيرة كان واحد رحلة الإمارات العربية في خوض من قبل كأس العرب الرحله كانت متعبه جدا ما كانش عندنا واحد الفتره ديال استرجاع الطراوه البدنيه هذا المشكل ولكن الحمد لله نعم اتفق معك كانت بعض الاصابات عضليه ولكن خاصه اللاعبين اللي ما عندهمش مقابلات كثيره هذا هو المشكل اللي اثر ولكن يمكن كذلك رجوع للرغبه ديال الفوز وعطى لهم شفنا اللاعبين على المستوى البدني فكان واحد السخاء كبير وهذا الشيء كان واحد العياء ولكن خاصه اللاعبين اللي ما كانوش لاعبين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.